السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلابنا المقبلين على المتميزين وكذلك على امتحانات التسريع والموهوبين، إليكم أجوبة اختبار الذكاء اليومي اللي جرى بتاريخ 8/6/2023. عندنا نقول ما الشكل الذي يحل محل علامة الاستفهام؟ باعوا على الشكل اللي يحل محل علامة الاستفهام. هذا السؤال مكرر، أعتقد جاء في سنة من السنين باختبارات الذكاء. هو الجواب دي، إذا باوع على أول ثلاثة يرجع النوبة يتكون، بعدين الأول اثنين نوبة خط، نوبة يرجع تنتقل ساعة الخط ينتقل منها، يعني سلسلة متسلسلة لحد ما نجي إلى الدال اللي هي راح تكون الخيار هنا يصير دائرة ودائرة مغلقة. زين، يقول إذا كان عمر قاسم ضعف عمر سامي وعمر سامي ضعف عمر سمير، فإذا كان عمر سمير 3 سنوات فإن عمر قاسم الاختيار 12، ليش؟ على اعتبار أن عمر سامي يساوي ضعف عمر سمير، فعمر سامي 2 في 3 6 سنوات. نسوي طريقة الاحتمالية، عمر قاسم يساوي ضعف عمر سامي، فعمر قاسم راح يصير 2 في 6 يساوي لنا 12 سنة، يعني ناخذ ذن السنوات ونجرب بيه. أكمل المتسلسلة التالية، المتسلسلة التالية هي 2 5 11 23 27 47، فقايل إن 95 الجواب، لأن المتسلسلة وناتج من جمع الأرقام الذي يسبقه، يعني مع الرقم الذي يزيد بواحد، يعني مثلا 2 يزيد عنها 1 يصير 3 فتصير 5، 5 يزيد عنها 1 يصير 6 فتصير 11، 11 يزيد عنها 1 يصير 2 12 فتصير 23، 23 يزيد عنها 1 يصير 24 47، 47 يزيد عنها 1 48 راح يطلع 95. يقول اجعل مجموعة أعداد الصف مساوي مجموعة أعداد العمود في الشكل أدنى. عدي الجواب كان س يساوي لنا 2 وص يساوي لنا 4. احنا شنو السؤال كان يتطلب أن يكون مجموع الأعداد في الصف متساوي، يعني مثلا احنا نقول 7 + 3 + س يساوي لنا 5 + 3 + ص، وعليه تعويض عن س يساوي لنا 2 راح يطلع 7 + 3 + 2 راح يطلع 10 و2 = 12، و5 + 3 + 5 = 5 راح يطلع ايضا 12. الجواب كان س يساوي لنا 2 وهنا ص يساوي لنا 4 وليس 5. زين، فالجواب هذا الجواب، ف4 راح يطلع ل 12، فياهي المتساوي يطلع هو الحل الصحيح. ايضا هذا متكرر جاي في سنه من السنين باختبارات الذكاء، اذا كانت كلمه وور بالنسبه الى فلو مثل العدد هو جاي يقلبها، يعني شوفوا دبليو او ال اف انقلبت صارت اف ال او دبليو، فاحنا الرقم نقلبه على كيفنا، 4 8 7 3 نجيب 3 بالبداية وبعدين 7 8 4 راح يكون باء. يقول ما الحرف الذي يبعد بمقدار 2 إلى اليمين عن الحرف الذي يقع مباشرة على يسار الحرف الذي يبعد 4 أحرف عن اليمين؟ الحرف الذي يبعد مقدار 2 إلى جهة اليسار من الحرف إي. الجواب H. إحنا شلون نكتب السؤال على شكل خطوات؟ أول شيء الحرف الذي يبعد 2 إلى اليمين، الحرف الذي يقع مباشرة على اليسار، الحرف الذي يبعد 4 أحرف عن اليمين، الحرف الذي يبعد 2 عن اليسار عن الحرف الـ E. زين، فالحرف E فراح نكتبه على شكل خطوات راح تبين يا هو الحرف، يعني نكتبه هيك خطوات 1 2 وبعدين راح نعرف انه الـ E يقع على يساره، يبعد 2 الى اليسار عن الحرف اي، هذا اليسار 2 اللي هو حرف الاتش. يعني نقول ايضا نقدر نطبق الحل السؤال، نبدا بتطبيق الخطوات على عكسيا، اي من الخطوه الرابعه ونصعد، الحرف الذي يبعد 2 الى اليسار عن الحرف معناه نتوجه باتجاه اليسار ونتحرك 2، فالحرف الثاني يسارا هو حرف السي، اذا ان وصلنا عند الحرف سي. الحرف الذي يبعد 4 أحرف إلى اليمين، أي الحرف الذي يبعد 4 حروف عن يمين حرف السي، معناها نتجه يمينا حرف السي بمقدار 4 حروف ونحصل على الجي. الحرف الذي يقع مباشرة يسمى الحرف الذي حصلنا عليه بتطبيق
الخطوة السابقة هو حرف جي. الآن الحرف الذي يقع مباشرة إلى اليسار، أي الحرف الذي يقع يسار حرف الجي مباشرة، هو حرف اف. والحرف الذي يبعد حرفين إلى اليمين، وصلنا للحرف اف، حصلنا عليه بتطبيق الخطوة السابقة. الحرف الذي يبعد حرفين إلى اليمين معناه حرف اف، نتحرك نحو اليمين بمقدار حرفين ونحصل على الحرف اتش. هاي أنت تقدر أيضا ترسمها كمخطط وتوصل إلى الحل الصحيح. يقول إذا مضت 40 دقيقة فكم درجة يكون قد تحرك عقرب الدقائق؟ الخيار كان 240، وإحنا قايلين لكم دائما إذا عندي دقائق ودرجة، دقائق ودرجة، أضرب ال 40 دقيقة في 6 درجات، هاي ثابتة، يطلع لي 240. ما الرقم الذي يجب أن يحل محل علامة الاستفهام؟ هو قايل الرقم 30. يقول سوف نجد أن أصغر رقم مضروب في 2، أصغر رقم هو 15 مضروب في 2 يصير 30، لأن أصغر رقم 3 13 يصير 26، وأصغر رقم هناك راح يصير 2 في 18 يكون 36. بالنسبة لهذا السؤال نقول ما الكلمة، ما هي الكلمة خطأ في المعنى؟ الشخص المتسرع يرى نجاح أمامه أمر واقع، الشخص المتسرع النجاح واقع. الجواب المتسرع، الشخص المتسرع يرى النجاح أمامه، الخطأ في المعنى، ما هو معنى هذا الشيء. ما الرقم الذي يحل محل هذا الاستفهام؟ الاستفهام اللي موجود هو الرقم 3 في الوسط، هو ناتج من جمع الرقمين في كل صف تقسيم 5، يعني يقول 9 زائد 6 تقسيم يساوي لنا 15، تقسيم 5 راح يطلع لي 3، على اعتبار 20 زائد 10 30، تقسيم 6 تقسيم 5 العفو راح يطلع لي 6، وهكذا 7 زائد 13 20، تقسيم 5 راح يطلع لي 4. كم حقيبة تحتاج لحزم، أيضا هذا جاب سنة من السنين، لحزم 120 زوج من الأحذية إذا كانت الحقيبة الواحدة تكفي ل 24 حذاء. عدد أزواج الأحذية الكلي هو 112 على اعتبار أنه لحزم 120 زوجا، زين، أي سيكفي 120، 112 الجواب هو 10. شوف شلون طلعها، عدد أزواج الأحذية الكلي هو 112 زوج، أي سيكون عدد الأحذية الكلي 120 في 2 راح يطلع لي 240، على اعتبار 120 كل وحده زوجين 240. وبما ان كل حقيبه تكفي ال 24 نقسم 244 على 24 راح يطلع لي 10. يقول منطقة مظلمة قسمت إلى داخل نصف دائرة نصف قطرها نقطة، فما هي المساحة الممكنة لهذه المنطقة المظلمة؟ أنتم تعرفون أن مساحة الدائرة نصف منطقة مظلمة رسمت داخل نصف دائرة نصف قطرها نقطة، فما هي المساحة الممكنة لهذه المنطقة؟ إحنا شو نقول؟ الجواب راح يكون 1/4 طاء نقاط، طاء هي نسبة ثابتة في نقاط. شلون نطلعها؟ احنا مساحة الدائرة هي نصف مساحة الدائرة راح يصير نصف نقاط طاء، والمظلل هو نصف النصف فراح يكون ربع، وعليه في الخيار راح يكون جي. اي من الاشخاص الاربعة في الخيارات سنحصل عليه اذا طوي في الشكل؟ هذا ايضا جاي في سنة من السنين بالامتحان باليسار، الخيار راح يكون بي عندنا في الشكل، اعتقد هذا اجى العام. يقول عند لف الشكل الى اليسار نحصل على الشكل المخروطي، فالجواب راح يكون بي، اي من الاشكال الاربعه سنحصل عليه اذا طوي الشكل الى اليسار. احنا ما راح نطوي الى اليسار، راح نختار، راح يطلع لي الشكل بي. يقول اراد احمد ان يشتري سجاده مربعه طول ضلعها 5 متر ليضعها في صاله الاستقبال التي هي مستطيله 6 متر عرضها و8 متر طولها، ثم فرشها في المساحه المتبقيه بالسنتيمترات. الجواب اول شيء كان 23 230 الف سنتيمتر. شوف مساحه السجاده هي شنو، هي مربعه، يعني 5 في 5 25 متر، مساحه الاستقبال 24 متر 48، احنا نريد نفرش 48 ناقص 25 راح يطلع 23 متر تربيع، على اعتبار انه المتر تربيع هي المساحه المتبقيه، السنتيمتر 100 متر 100 سنتيمتر، احنا متر تربيع يعني 10000، نضرب 10000 في 23 راح يطلع 230 الف سنتيمتر. ما هو المعنى المعاكس لكلمه يغمر؟ ايضا هذا جاي سنه من السنين بالامتحان
التحصيلي الذكاء يفرغ فرع بي. ما الرقم الناقص هنا؟ هذا يعني نلاحظ ليش في معطاه في السؤال ان مجموع الاعداد في كل دائره يساوي لنا 25. كل دائره يساوي لنا 25، يعني اذا قلنا واحده من الدوائر مثلا 3 زائد 5 8، 8 و 8 و13 21، 21 و4 25، فكل دائره 25، فاذا هاي 7 زائد 4 6 و6 12، 12 و4 16 و7 23، فراح يكون الجواب احتاج 2 على مود يصير 25. بكم طريقة يمكن تكوين رقم سري لصندوق خزانة مكون من 3 خانات من الأرقام والتالية التكرار غير مسموح به؟ الجواب 720. احنا عندنا، شوفوا هذا بي قانون. شنو القانون؟ هسه راح اقول لكم اياه. القانون هي كم رقم عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، عندي 10 ارقام. انا ايش اريد اسوي؟ اريد اسوي 3 مرات، فاقول 10 في 9 في 8. اذا التكرار مسموح يقولون 10 في 10 في 10، اذا التكرار ما مسموح يقولون 10 في 9 في 8، هاي ثابته يطلع 720 طريقه. يقول علاقه النبته بالتراب مثل علاقه السحاب بالسماء، ليش؟ على اعتبار انها النبته تقترب الى يعني لها علاقه بالتراب، بينما السحاب شنو له علاقته؟ علاقته بالسماء. زين، على اعتبار ان النبته كانما جزء من التراب من الارض. ما الرقم الذي يحل محل علامه الاستفهام؟ الجواب رقم 1، ان عدد رقم يمثل عدد التقاطعات في كل شكل. شوف هنا كم تقاطع، عندي 9 تقاطعات، هنا 4 تقاطعات، هنا تقاطع 1. زين، ليلى لديها لعبتان تصدر اصوات جميله، اذا كانت الاولى تصدر اصوات كل 4 ثواني وكانت الثانيه تصدر، اعتقد هذا ايضا انجل عام، تصدر اصوات كل 9 ثواني، فاذا تم تشغيل اللعبتان في نفس الوقت فكم عدد المرات التي تصدر فيها اللعبتان الصوت في نفس الوقت خلال ساعه من بدايه التشغيل؟ الجواب 100 مره. طريقه الحل انها تكون بايجاد المضاعفات الاربعه والتسعه، وهي راح تكون اي معناها عدد المرات يساوي ان هذا قانون ايضا عدد الثواني في الساعه على 36 ثانيه، ف 60 في 60 3060 على 36 راح يطلع لي 100 مره. هذه خلوها ببالكم، هذا قانون تستخدموه هيجي من يجيني هيجي، استخدم قانون بايجاد المضاعف المشترك الاصغر بين الاربعه والتسعه، بما انه ماكو مضاعف يعني اضرب 4 في 9 يطلع لي 36 واقسم. هل